تعرف حضرتك يعني هذا حتى نجزأ هذه المشكله، بعض هذه المشاكل ما متعلقه بالفتره الحاليه، بعضها متعلق يعني بالظرف العام. بالظرف المالي بالضبط. بالضبط، الظرف المالي، تاخر الموازنه، اقرار الموازنه بشكل عام. وضعنا الدوائي افضل من السنوات السابقه، ما اريد اقول افضل من الاشهر السابقه، افضل من السنوات السابقه وان شاء الله. بس اجمالا اكو مرضى الان مدى ياخذون علاج وهم ما يملكون ثمنها. بشكل عام الجزء الاكبر ماشي الامور، لان احنا يعني اغلب مؤسساتنا الخدمات الاساسيه وبالذات اولويتنا اللي هم مرضى السرطان والفشل الكلوي بالضبط. وغيرهم والثلاسيميا وغيرهم، الامور جيده جدا، طبعا مو مثاليه بكل صراحه. لكن احنا بانتظار الاجراءات القريبه، واحنا شفنا امس انه هناك تعجيل لموضوع اقرار الموازنه لاتمام اقصد الم